السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الاكل اللي عملت، الارز مع اللحم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله ندخلوا دابا المقادير. عندي هنايا كيلو ديال اللحم بلا عظمين مقطع، هيدا عندي هنايا واحد بهارات، عندي تما حار، فلفل حار، واحد المروفة صغيرة، وعندي بودرة القزبرة، وعندي كيمون، وعندي الكركم أو الخرقوم، عندي ملح، وعندي حبوب الكيمون، وعندي هنايا أربعة الأوراق تاع سيدنا موسى، عندي واحد الحبة هي الأسود، وتما عندي خمسة الحبات هي الأخضر، وجوج نجمة اليانسون. هادي نعملوهم كاملين بكل شيء، هادي نعملوهم. وهادي نخلطوهم مع اللحم ديالنا، هادي نضيفو عليهم هادو ثلاثة مغارف د شنو اسمو توم مطحونة، ثلاثة مغارف صغارين. وهو كخصو تعمل سكنجبير، حتى هو ثلاثة مغارف، شني انا ما كانش عندي حيت انا عملت هاد الخلطة هادي بالليل، كخصو تبات في النبيرة. ما كانش عندي، سو عملته تا الصباح، ولكن حتى هو ضيفوه دابا. يعني ثلاثة مغارف د التوم، وثلاثة مغارف صغارين د سكنجبير. كنخلطوهم مزيان حتى كتدخلنا ديك البهارات كامل. عندي هنايا جوج د كيسان يعني كبارين د يوغور طبيعي. وهادي نخلطو كلشي مزيان، وصافي هادي نغطيهم بديك البلاستيك الغذائي، وهادي ندخلهم للنبيرة ليلة كاملة. يعني الا غدا مي تكون هادي استعملة مثلا، هادي خصك تخرجها من النبيرة واحد جوج سوايع قبل ما تكون هادي طيبة، خرجها من النبيرة. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي نغطيهم، وغادي ندخلهم نعملهم في النبيرة ليلة كاملة، بلاستيك الغذاء ان شاء الله. صافي دابا انا مي خرجت واحد جوج سوايع قبل، انا غنزيد لهم هنايا كيما قلت لكم سكنجبير. عندي هنايا واحد الليمونة معصرة، العصير الليمون، وعندي هنايا غرام مصالة، بهارات حارة اختياري، بغيتو ما تعملوهاش ما تعملوهاش. عندنا يا واحد هيداك جوج او ثلاثه مغارف كبارين ديال الزيت، ماشي بزاف يشتيطو. هنايا عندي هاد البصل كيكون اللي كيكون مقلي، كيتباع هيدا، انا شريتو هيدا. هادي عملت واحد الحفنه هيداك، وعملت هيدا واحد شريتو د قزبره. صافي غادي نخلط هادشي مزيان. غادي نخلطو مزيان كيما قلت لكم، وغادي نعملو على النار نحمرو شتيتو. يعني شتيتو كيما كتشوفو، انا غنعملو هنايا في الطنجرة ساعة، غادي نحمرو شتيتو، ومن بعد غادي نضيف له الماء اللي غادي نغطيه به الماء، وغادي نشد عليه ونخليه حتى يطيب مزيان، وكخصنا يشرب ديك الماء ديالو، ما يبقاش الماء. هنايا عندي الماء، هادي نغليهم، هادي نعمل فيهم الروز. عندي هنايا نضيف لهم الملح، عندي نزيد هنايا واحد جوج الوراق د ورق سيدنا موسى، ثلاثة. وهادي نعمل هاد الهيل الأخضر، هادي نعمل هيداك واحد جوج الحبات ولا ثلاثة تاهما. غادي نعمل شويه د الزيت، و
وهذه نضيف الروز ديالنا. انا عملت كيلو ديال الروز بسمتي اللي طبعا غسلته مزيان وخليته في الماء واحد المده وصافي. وهادي نغليو، هادي نطيبو شي 100%، هادي نخليه شتيتو ماشي طايب حيت باقي نزيدو له واحد 10 دقائق مع اللحم، يعني كيكون علين يطيب وصافي. وهادي نصفيوه من ديك الماء. دابا هذا اللحم ديالنا كما كتشوفوا طابنا اللحم ديالنا. هادي نعملو اللحم هو الاولاني في الطنجره اللي هادي نزيدو عليها الروز. هادي نرشو شويه قزبره وهادي نضيفو شويه بصل مقلي. هذا البصل المقلي كيعطي مذاق رائع بزاف، كي انا كيحمقني في الحقيقه كيعجبني بزاف المذاق ديالو. ودابا غنضيفو الكميه ديال الرز اللي عندنا كما كتشوفوا. هادي نغطيو اللحم ديالنا كامله. وهادي نزيدو ديك الكميه اللي بقاتنا ديال القزبر والبصل المقلي. واحد الرشه ديال الزيت شتيتو. وهادي نضيف لهم هنايا هاد الكولوريس هادو احمر وصفارة ولا التشيني، خلطتهم شويه يعني الكولور اللون الغذائي، خلطتهم مع شويه الماء. انا كنستعمل هادو، خلطتهم مع شويه الماء وهادي نضيفهم باش يعطيونا الكولور ما يبقاش ديك الروز هيداك بيض. اختياري طبعا، انا بغيت شي ما تزيدوه شي ما تزيدوهمش، شنو هو كيعطي كولور في الروز، كيجي يعني كيجي كولور مخلطين صافي. دابا غادي نشد عليهم بديك بابي الومنيوم باش ما يخرجش الهواء، وغادي نغطيهم وغادي نعمل على النار هادئه، وغادي نعمل لهم واحد 10 دقائق هكا تقريبا يبقى يزيد يطيب ديك الروز ديالنا وصافي. وكتسمع عندنا الماكله موجوده. صافي هذا هو الشكل ديالها النهائي كما كتشوفوا. انا نعرف معكم هنايا واحد التفصيل تشوفوها كيفاش جات. كيجيو ديك الكولورز كما شفتوا، كيجيو يعني شي بياض شي صفار شي شي احمر وصافي. هذه الاكله ديما اللي شاركت معكم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي كتدعموني دائما، شكرا بزاف. وان شاء الله نكون دائما حنطح حسن الظن ديالكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الاكله اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.